عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوان، ومرحبا بكم في قناتي هاتي مغربي في اسبانيا. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اسمحوا لي اخوان كنهضر ندير النظر حيت كيضرني الشعاع ديال الشمس مؤخرا، وداكشي علاش وليت كنديرهم. حيت دابا واخا نشوف الشمس ماشي مشكل، ولكن بلا نظر ما نقدرش. فيديو جديد الاخوان، ما نطولش عليكم. غنهضر لكم اليوم على واحد جريمة قتل اللي وقعت هنا في اسبانيا. هذه تقريبا 10 سنوات، 10 سنوات في 2013 وقعت جريمة القتل. اخوان هاد الجريمة كلشي كيهضر عليها، ماشي انا في اسبانيا، هنا اسبانيا المهم وسائل الاعلام كلها كتهضر عليها، حتى في اوروبا وصلت حتى لامريكا. دابا يديروا عليها نتفليكس، دير عليها ما عرفوش مسلسل ولا فيلم ولا ما، المهم يديروا عليها. يعني واحد الجريمة شنقول لكم، جريمة خايبة. نقلبها الاخوان ونكملوا، جريمة خايبة بزاف الاخوان. ما شنقول لكم، اللي كي يسق الخبار كيتيقول لكم هادو وحوش، هادو ماشي بشر. دابا كاين واحد العائلة عريقة كانت، المهم دابا راه مات الزوج والزوجة، عريقة في منطقة غاليسيا. غاليسيا جات في شمال البرتغال، هنا في اسبانيا ولكن في جهة الشمال الغربي لاسبانيا في محيط الاطلسي. جات غاليسيا واحد العائلة كانت عريقة، اش دارو؟ دابا الأب ما عندوش، كان محامي كبير لاباس عليه، والمرأة كانت أستاذة ما عرفتش أستاذة ديال اش. المهم عائلة وكانوا لاباس عليهم، الراجل كان عنده فلوس بزاف، عنده فيلا، عنده لي زابارتومون، والفلوس اللي عنده حوالي مليون أورو كيقولوا في ذاك الوقت. دابا السيد كان باغي حفيد، ما عندوش، عنده بنته مجوجة ولكن ما والدهاش، مجوجة بواحد الصحافي. صحافي مهم عايش عادي، ماشي الطبقة المتوسطة، ولكن كان طموح وكتعجبو الفلوس وكيعجبو. دابا شنو وقع؟ السيد باغي حفيد. دابا كيما قلت لكم الأب باغي حفيد، هي ما ولدتش، اش دارو؟ قرو أنهم يمشيو يتبناو، يمشيو للصين ويتبناو طفلة. فعلا داكشي اللي كان، مشاو تبناوها في الصين، تبناو البنت، جابوها. المهم على حساب ما كيقولوا هما، على حساب ما كانوا كيبينوا للجيران وداك الشيء والناس ديال المدينه انهم كانوا كيتهلاو فيها، وهذه كانت كتمشي تقرا الموسيقى وهذا الشيء. نهار 13 سنه. دابا الحاجه الغريبه هو انهم اساتذه ديال الموسيقى كانوا كيلاحظوا فيها انها بعض المرات كتكون بحال اللي مخدر، بحال اللي واكله شي حاجه بحال اللي مخدره البنت هذه، ماشي في الوعي ديالها كامل، راه كتهضر وداك الشيء ولكن ماشي طبيعي. وشنو كانوا كيديروا؟ كانوا كيعطيوا المخدرات، ماشي مخدرات هذوك، المهم دوك الكينات هذوك ديال السبيطار وداك الشيء ديال الفارماسيا، ديال الفارماسيا ديال الصيدليه كيعطيوها. ما عرفتش الهدف علاش دايرها. في الاخر اش دايروا؟ قتلوها تا دروغاوها، ما بقاتش كتعقل على والو. داوها بانت في الكاميرا ملي البوليس داروا التحقيقات ديالهم وداك الشيء، كتعرفوا دابا راه الكاميرات فين ما مشيتي، راه حتى في المغرب عندنا راه ولا هادشي، فين ما مشيتي كاين الكاميرات. الشوارع المهمة وكاع في الإدارات العامة والخاصة والشركات الخاصة كلشي كتلقى الإدارة كاميرات في الشوارع. دابا هي شافوها المرأة، شافوها غادة بيا ومعاها في الطروير بحال اللي ناسها البنت، 12 سنة كانت عندها باش ماتت. وقال لك كانت نابغة، نابغة في القراية، كانت تكون شي حاجة تولي، كانت تولي شي حاجة. دابا الأساتذة كلشي كيبكي عليها، والتلاميذ وكلشي كانت تقرا، كانت أش داروا لها؟ بما أنه الذكاء عندها بزاف، ذكية بزاف، داوها نقصت القسم. بحال دابا أنت كتكون كتقرا في الرابع، غيدوك للسادس مباشرة، ما يدوكش للخامس، علاش؟ حيت ذكي بزاف لدرجة لا تصور على التلاميذ ديالك، كتحس براسك بحال أنت كتقرا شي واحد الدومادو مثلا الخامس وخدام مع صحاب الثاني ولا مع صحاب التحضير كيقراو بحال هكا. دابا داتها واحد الشاليط، واحد الفيلا، واحد البلاصه تما، قتلوها هي وياه. قال لك جيفوها. شوفوا الاخوان، شوفوا علاش انا كنقول لكم، علاش انا هاد القصه بصح بالضبط انا بغيت نعاودها لكم. جيفوها، قتلوها ودفنوها، ودفنوها الاخوان. لقاو الكوردة وداك الشيء، المهم داك الشيء باش يشوفوها. المهم لقاو الدليل القاطع، البوليس ملي مشا دخلوا للدار، عاد هاد 24 ساعة ولا 48 ساعة اعتقلوهم ملي شافوها هي وشافوا الكاميرات وداك الشيء. غادي آخر شخص كان معاها هو الأم،
هو ربما كان كيتسنى في الفيلا وهي داتها في الطوموبيل، داتها في الطوموبيل. شوفوا الشر ديال عباد الله، كي تيقول لك اسيدي هو كان كي هو كان هاد السيده هادي اللي مشوش بها كان مسيطر عليها، مسيطر عليها بطريقه فنيه. كان ديما قال لك حسب اقوى الصحافه الاسبانيه تحسسها باللي راها باللي راه ديما محتاجه له، تحسسها باللي راه هادي راه كاين هاد النوع ديال بنادم، تحسسها باللي راه ديما محتاجه له وراها ما لا ما ذات قيمه، راه ماشي ذكيه ماشي اي حاجه هو خص يديرها وهي ديما محتاجه له. ربما تيقول لك ربما هو اثر فيها وقع عليها وقع عليها حتى بقى كي ما واش ما لقيتش الكلمه صراحه تسمحوا لي يا اخوان باللغه العربيه مانيبولار لا كي تاثر فيها كيبقى فيها حتى غي حتى تبنى حتى هي ديك الفكره الجهنميه ديالو. فوالا هذه هي الفكره ديالي، بقى عليها بقى عليها بقى عليها بغسل الدماغ حتى انها صافي قبلت ديك الفكره ديالو انهم يتخلصوا من ديك البنت. علاش هما الناس تيقولوا الصحافه تيقولوا انه بالورث ما بغاوهاش هي اللي تورث الحفيده، ما بغاوهاش هي اللي تورث ديك الثروه ديالو هو ديال ذاك الاب. داكشي علاش هذا المخطط كله تيقولوا تيقول لك راه ديال الراجل الزوج، هذا المخطط كامل جهنمي ديال الشياطين تيقول لك انه ديال الزوج هو اللي المخطط ديال بحال شي بحال شي فيلم. دابا اعتقلوهم مشاو ودابا المشكله انهم قال لك شافوهم خدام كيتصوروا فين كيتصوروا في الطاوط في سميتو فين كيتخشى فين كيديروا الميت ويدفنوا مشات لي الكلمه سبحان الله اخوان التابوت، التابوت ديالها كيديروا سيلفي كيتصوروا هي هو شوف هو ديما. والبوليس هنا اش كيديروا لهم دابا البوليس هذا واحد الطرق في شكل دابا انت من كتشد جوج من تيكونوا معتقلين وتيكونوا متهمين بشي جريمه قتل متهمين بالارهاب ولا متهمين بمخدرات بالمخدرات ولا جريمه قتل تيديروهم جوجهم واحد الصاله وكاين الميكروفونات وكيسمعوا واش تيقول لهم. اش كيقول له هو اش كان تيقول له هو البوليس خدام تيسمع تيقول له انت ما تقولي حتى حاجه، انت ما درتي حتى حاجه، انت بريئه، هذه هي الهضره اللي تقولي لهم. ولكن من لما تيكون بريء ما داير حتى حاجه علاش انت تقول له قول هذه الهضره هذه يعني تما. والبوليس صافي تاكدوا 100% بالله راهم صافي راهم بجوج هما اللي قتلوها هما اللي كانت جريمه شنو هي انتحرات دازت واحد المده في الحبس عرفت شحال خلات الثروه. المهم الثروه ديالها خلاتها لواحد الصديقه ديالها الفيلا كما قلت لكم والفلوس في البنك والشقق ما عرفتش الشقق ولا اربعه يعني فلوس فلوس يعني تبقى جالسه وعايشه بحال الملكه. وخلات الثروه ديالها كامله كتبتها لصاحبتها وماتت انتحرت جوج مرات ولا ثلاثه المرات هي كتحاول كتنتحر كتحاول باش تنتحر وتنقذوها في الحبس. هو باقي هو باش تعرفوا راه السيد راه خطر هو الدماغ ديال كل شيء. هو باقي حي كان بدلوه ما عرفتش شحال من حبس هو كاع في ديك المنطقه وكيديو حيت فيه المشاكل المشاكل وتي تتناقش شي شجارات والدابيز مع المحابسيه يعني واحد السيد ما شنقول لكم ما ما ساهلش ما ساهلش. وهي اللي مشات في اخر المطاف هو في 2025 يخرج من الحبس 2025 غادي الاخوان هو غادي يخرج من الحبس ما يحكموا له واخا 20 عام. هنا القوانين هنايا في السجون كما قلت بعض المرات في هذا الفيديو هنا مثلا حكموا عليك ب 20 عام مش كيعني انا كدوز 20 عام لا هي كدوز تقريبا على النص تيولي عندك حق انك تخرج تخرج مثلا من الحبس دوز النهار كامل وتولي ترجع في الحبس. ايوا كيجي وصل واحد المده مثلا 20 عام كدوز شي 13 عام 14 15 عام صافي كتخرج من السجن ما كدوزش ديك المده كامله 20 عام ما دوش 20 عام تقدر دوز 14 تقدر دوز 15 تقدر دوز 13 على حساب يعني غيخرج من الحبس. والبنت مسكينه علاش في اخر المطاف فين الفكره اللي باغي نوصل لكم الاخوان التبني التبني كيبقى المهم انا ما كنعممش ولكن كيبقى دائما هذاك الطفل ولا ذاك الطفله اللي انت كتبناه هذاك ماشي ولدك ماشي من الدم ديالك ما عرفتش انا ما نقدرش نحكم انا واش حتى داك السيد داك الطفل داك الطفله تبقى تبغيه بحال اللي راه ولدك ما عرف انا بين قوسين القضيه داك الشيء علاش كتوقع البوليس
البوليس خدام كيشوف فيا. داكشي علاش كتوقع اغتصابات، كتوقع جرائم، كتوقع هو هذا الاخوان سمحوا لي بزاف البوليس راه مقابل معايا وما بغيتهمش يوقفوني هنا يضربوني في راسي. تهلاو في راسكم، شكرا لكم، الله يعاونكم. يا مغامره.